أفلا يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ زين، الحقيقة هذا المقطع أكو به آراء للمفسرين متنوعة. الرأي الأول أن الرؤيا، أولا المسألة هنا مسألة الرؤيا مو رؤيا بصرية، هنا رؤية قلبية. كيف يعني رؤية قلبية؟ يعني مثلا احنا نعرف ان الارض تنقص من اطراف، فهذا شيء ما يقع تحت بصرنا، مو شيء يقع تحت الحس، لا، لان الحس يقصر عن هذا. الرؤية هنا رؤية عقلية، يعني يريد يقول القرآن الكريم انتوا ذولا اللي طال عمركم ونسيتوا الموت، ماذا تشوفون الارض جاي تنقص؟ لاحظون، يعني استعملوا عقولكم، مقاييسكم، مدارككم، ادركوا ان الارض بجميع من فيها هي في نقص مستمر من اطرافها. زين، النقص المستمر من اطرافها شنو المقصود به؟ هنا للعلماء اراء. الراي الاول ننقصها من اطرافها، يعني نظريه التعريه والتاكل مثل ما يقولون، يعني اكو بعض اطراف الارض تروح تتلاشى وتنولد ارض جديده، وهي المشكله الان اللي جاي تهدد العالم. يعني هذا اذا ظل ارتفاع نسبة الحرارة على الشكل، يعني معناه ما راح يظل قطب جنوبي ولا قطب شمالي اكو بثلج، معناه البحار راح تطغى، واذا طغت البحار راح تغمر اليابسة، واذا غمرت اليابسة راح تصبح مساحة الارض اقل، تعمر ارض وتخرج ارض اخرى، الاراضي اللي كانت مغمورة بالثلج ينتفع بها، الاراضي اللي راح يطغى عليها الماء. شفت انا كثير من المحدثين من المفسرين يميلون الى هذا الرأي، ان ننقصها من اطرافها يعني بالعمران والخراب، بعض الاراضي تخرب وبعض الاراضي تعمر. الله عز وجل يريد مثلا بعض الناس يرزقهم لان المصلحة في رزقهم، وبعض الناس يريد يحرمهم لان المصلحة مو حرمان، لا، يعني يعطيهم الحد الادنى. الفخر الراجي لما يمر بهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا بالأرض، يقول أكو بعض الناس إذا زادت زراعتهم، إذا نزل عليهم المطر وزادت زراعتهم وصار عندهم أموال يشترون أسلحة يقتلوا بعضهم بعضا. فخر الرازي لحظة في تفسير هاي الآية يظهر الحكاية منك جاية، أن هذا بس يصير عنده شوية فلسين زايد يطارد يشتري بها أسلحة حتى يقتل الآخرين. فلذلك هذا مصلحته شنو؟ هذا مصلحته ان يكون عند رزق محدد، ان لا ينعطى اكثر مما يصلحه. بعض الناس يصلحه الغنى وبعضهم يصلحه الفقر. فننقصها من اطرافها يعني نعطيهم مقدار ما يصلحهم ولا يفسدهم. بعض الارض تموت تولد ارض اخرى، بعض المناطق تتلاشى تعمر اراضي اخرى، بعضها تتحول الى صحراء، بعضها تتفجر بها المعادن. هذا رأي. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. الواقع هنا اولم يروا اننا ناتي الارض يعني الرؤية رؤية عقلية، يعني فكر بان الله عز وجل ما خلق الحياة لتبقى مستديمة، كلها في تغير مستمر ومنها أعماركم. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، المقصود بنقصها من أطرافها موت العلماء. هاي عليها اغلب، وهذا مروي عن الامام ابي جعفر الباقر سلام الله عليه، ومروي عن جمله من المفسرين، ان نقص الارض من اطرافها بموت علمائها. وهي فعلا هكذا. انت لما تيجي الان ارجوك الارض اللي ما بيها علم واللي ما بيها علماء ما اقدر اسميها ارض، مقبره هاي، ما تسميها ارض، هذه في واقع الامر مقبره، لان الارض يحييها العلم. إذا خلت من العلم موت العلماء يعتبر كارثة، يعتبر نقص للأرض، مو بس من أطرافها، من كل جوانبها. هو أي منطقة من مناطق الأرض تعتبر طرف بالنسبة إلى المناطق الأخرى. إذن ينقصها يعني يميت علماءها، وهي هاي كارثتنا، هي هاي.
كارثتنا إذا ماتوا العلماء وظلوا الجهال. هاي المشكلة، لأن العالم يحييها للأرض، لكن الجاهل يحولها للأرض إلى شكل آخر، يلخبط المقاييس. خلي أضرب لك مثل. فاليوم السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قاعدة، إجا ليها واحد من الأنصار قالها يا زوجة رسول الله، أنا اليوم سمعت أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرش والدار. يعني الدار مشومة تصير، والفرس تصير مشومة، والمرأة تصير مشومة، يعني بها الشؤم. انتفضت السيدة عائشة، انتفضت واتألمت، قالت له هذا ما اعرف انا شنو قصته، هذا النبي جاي يتحدث عن اهل الجاهلية، ما جاي يتحدث عن الان، جاي يقول ان اهل الجاهلية يعتقدون ان الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار، لان هاي كانت عقيدتهم. يشتري لدار، اذا صارت نكبة عارضة بطل على الدار، قال هاي بسبب هاي عتبتها مو زينة، والحال ما بيش الدار، هذا الخشب لا يضر ولا ينفع، والحجر لا يضر ولا ينفع. يشتري لفرش وقال غرة هاي الفرش خيرة او شريرة، يتزوج لامرأة وقال انت من دخلتي الى بيتي اتحول بيتي الى جحيم، انت شؤم. زين، الواقع هذا كلام ما يقبل بحال من الاحوال. بس احنا فيما يخص الدار بل المسألة بسيطة، فيما يخص الفرش هم المسألة بسيطة، لكن فيما يخص المرأة، المرأة نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع، لا المجتمع كل المرأة، لان ارجوك المرأة هي اللي تربي الولد، هي اللي تسعد الزوج، هي اللي افرض مثلا تحول جو البيت الى جو نعيم او جحيم. انت اذا اجيت عاملتها بهاللون من المعاملة وعبرت عنها بانها شؤم، والطب تواجهها بانها شؤم، يعني انت جيت حطمت نفسيتها، ادمرتها، ادمرت تربية اطفالك، ادمرت تربية عائلتك. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم، هاي من التكريم للمرأة انك تعبر عنها بانها شؤم. المشكلة انك لما تيجي تناقش لك مسألة وتقول لهم ان هاي المسألة ما تمشي وفق المقاييس العلمية، يا ابا لان هاي المرأة انا اجي اشحنها ضد الاسلام، اذا الاسلام يعتبرها شؤم منا يعتبرها شؤم منا، تقول ثلاثة اذا مروا قدام المصلي صارت قطعوها للصلاة بطلت، شنو؟ المرأة والكلب الاسود والحمار. ليش يعني شنو ذنبها؟ مرة انقطعت الصلاة، شنو علاقة قطع الصلاة بهذه؟ يعني انا اللي الواقع ادعو الى واللي يدعو الى كل واحد يحمل مشكة من الفكر، ان علماء الاسلام يجب ان يتصدوا الى امثال هذه الينابيع من الروايات. افرض اجتني عن فلان، نعم فلان، افرض يعني مع احترامي الى مع تقديري الى الصحابي، الصحابي يعني شو تقول لي انت معصوم؟ اذا في تقول لي ان الصحابي معصوم ما يمكن يصير منه خطأ، شاءت ليش قلب الدنيا علي لان انا 12 واحد اقول معصومين؟ واذا لا والله مو معصوم، يعني ممكن ان تصير من عنده رواية افرض مو خاضعة للمقاييس، يا اخي ناقشها. هو فائدة العلم شنو؟ العلم مقياس، العلم يصحح مسار الحياة. انت هذا العلم اللي عندك تعال استعمل، لا تجي تلغم لي الدنيا، نص المجتمع تحول لي الى عدو للاسلام. بس احنا يكفي عندنا الميراث الجاهلي، ميراث الجاهلية زايد علينا، ميراث الجاهلية الان دامرها للمرأة دامر. ارجوك احنا الان لما ترجع الى بيوتنا، بيوتنا مآسي، تلقى يعني الرجل ما يحترم المرأة ابدا، الرجل ما يحترم، والحال المرأة هي الام، المرأة هي الاخت، المرأة هي الزوجة، المرأة صانعة الحياة. يعني شنو انت مبررك الشرعي مثلا ان تضربها، أن تضربها وأن تستعمل اللفظ؟ ما لك حق، الشارع ما يعطيك الحق هذا أبدا، في حال شدة يعني إذا أذنبت في جرائم معينة يبيح أن تضرب بشكل لا يأثر على جسمها، يعني لا يعطيها شيء
من اللون افرض او من الاثر على الجسم. احنا استعمالنا ايضا استعمال جاهلي، يعني ما كان يصنعه العرب. والحال والله العرب مو كل قبائلهم كانت، بعض قبائلهم كانت تكرم المرأة غاية التكريم. لأنت ليش تعتبر أنها عندها النقصان؟ لو كان عندها النقصان لما وصلت إلى مستويات عالية أكثر من مستوى الرجال. لو أكو نقصان ذاتي معناه ما بيها قابلية للصعود. احنا نلاحظ بعض النساء صعدت إلى مستوى أكبر من مستوى الرجال. أرجوك أنا الخنشاء أقدر أقيسها بعشرات، هي أفضل من عشرات. أم عمارة هي أفضل من عشرات. مجموعة من الفقيهات في تاريخ المسلمين ممن حملنا العلم. نفيسة بنت الإمام الحسن كانت أستاذة الإمام الشافعي وأستاذة لمجموعة. لو لم تكن المرأة تحمل نفس القابلية اللي يحملها الرجل ما صعدت إلى هذه المستويات. ليش تجي إلى الروايات اللي مهمتها ان تهبط بمستوى الانسان الى هذا الدرج وما تعالجها؟ اذا وين العلم؟ ها؟